يؤدي المعهد التقني للألبان والأغذية دورا من خلال الدعم المقدم له عبر الشراكة الاستراتيجية بين شركة المراعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كأحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها شركة المراعي للمجتمع، وهو ما أثمر عن عدد من برامج التدريب والتوظيف، ما جعل المعهد مسؤولاً تجاه المتدربين والموظفين إضافة إلى الداعمين. أنشأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الإدارة العامة للشركات الاستراتيجية عام 1426 للهجرة كأحد برامج التدريب والتوظيف بشراكة مع القطاع الخاص. وجاءت مبادرة شركة المراعي بتأسيس المعهد التقني للألبان والأغذية كأحدى برامج المسؤولية الاجتماعية لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في مجال صناعة الألبان والأغذية وتقديم مستقبل مميز لهم في الشركة، والتي نتج عنها توقيع مذكرة التفاهم في شهر رجب لعام 1430 للهجرة بين رئيس مجلس إدارة شركة المراعي صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، والتي تم دعمها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، وتم بعد ذلك الاستعانة بشركة سينوب الهولندية لتتولى مهام التدريب في المعهد، والذي بدأ في 19 من شوال 1432 للهجرة. وانطلاقاً من إيمان شركة المراعي بأن الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية وتوظيفها يعد واجباً وطنياً، حيث يتم تدريب الشباب السعودي لتمكينهم من أداء أدوارهم الوظيفية في تخصص الألبان والأغذية وإضافة قيمة للمجتمع في هذا المجال. بديت العمل في هذا المجال عام 1434 وتقدمت عن طريق الموقع الإلكتروني للمعهد. بدايتي في العمل كانت صعبة جدا، وجدت نفسي في مجال واسع وصعب، واليوم أنا لله الحمد قائد فريق. أنا أعمل على خط معالجة الحليب وأشرف على إنتاج 34 ألف لتر في الساعة أثناء فترة عملي. أنا أعمل على خط إنتاج الحليب وأشرف على إنتاج 10,000 عبوة 2 لتر في الساعة أثناء فترة عملي. وقد حرص المعهد على ابتعاث الكوادر الوطنية لزيادة مستوى جودة تأهيلهم وتدريبهم، والتي ستثمر عن كوادر وطنية على مستوى عال من الجودة والكفاءة في مجال التدريب، مما يعطيهم فرصة ليكونوا عناصر فاعلة وقيادية في المستقبل، حيث تم البدء في برنامج الابتعاث في دولتي هولندا وإيرلندا لدعم المبتعثين في التخصصات الحالية في المعهد. ومن هذا المنطلق فإن المعهد التقني للألبان والأغذية، ومن خلال المهارة المكتسبة للمتدربين والسلوك المناسب لبيئة العمل، فإنه يسعى لتحقيق أهدافه والوصول إلى مستوى يفتخر المتدربون بالانضمام إليه ويفخر بأدائه الداعمون له، كما يحرص أن يكون محل فخر للمجتمع بمبادراته.